هدافون كبار ومهاجمون عظام مروا من هنا، مروا من أمام القلعة الحمراء ولم يستطيعوا إخفاء حبهم وعشقهم للكيان الكبير. ارتدوا الفانيلة الحمراء فسطروا تاريخا كبيرا لهم في عالم الساحرة المستديرة. السيد حمدي أحد أبرز وأهم مهاجمي الأهلي في الألفية الثالثة، من مواليد محافظة الفيوم في الأول من مارس عام 1984. بدأ السيد حمدي مشواره مع كرة القدم في صفوف فريق طنطا قبل أن ينضم إلى بتروجيت ويتواجد ضمن لاعبي الدوري الممتاز موسم 2008. قدم حمدي وجبات فنية دسمة وظهر بمستوى جيد لفت به أنظار المعلم حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر وقتها، والذي أجبرته على ضمه لكتيبة الفراعنة في أمم إفريقيا 2010. السيد حمدي الذي أنقذ الأهلي في عام 2012 بتسجيله هدف الإنقاذ من الخسارة أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012 ببرج العرب مع الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة، كما سجل قبلها هدفين في شباك سانشاين النيجيري بذهاب نصف النهائي، وفي إياب نهائي برادس أمام بطل تونس نجح في صناعة أحد هدفي تتويج الأهلي، وأكمل مسيرة التألق بهدف للتاريخ في كأس العالم للأندية في شباك هيروشيما الياباني. شهد صيف 2011 النقلة الأكبر في مسيرة اللاعب بارتدائه قميص النادي الأهلي، إلا أن كثرة الإصابات قللت كثيرا من فرصه في إظهار موهبته بالتهديف بشكل كبير. رحل حمدي عن الأهلي في صيف 2014 ولعب بعدها لعدة أندية أبرزها المصري والمقصة والداخلية والمنصورة والترسانة قبل إعلانه قرار اعتزال اللعبة على المستوى الدولي. خاض السيد حمدي الذي لقبه زملائه بالعشوائي 12 مباراة بقميص منتخب مصر، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف بنسبة 0.5 هدف في كل مباراة. لعب السيد حمدي 197 مباراة في مسيرته الكروية، سجل خلالها 42 هدفا وقام بصناعة 17 أخرى لزملائه، وخلى سجله برحلته الكروية من البطاقات الحمراء، كما حقق 6 ألقاب في مسيرته بواقع لقب وحيد للدوري مع الأهلي، كذلك دوري الأبطال مرتين وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى لقب بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر. وفي 16 من سبتمبر عام 2019 أعلن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق اعتزاله لعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة في الملاعب، مكتفيا بما قدمه على المستطيل الأخضر بعد بلوغه عامه 35. أهلا بالسيد حمدي على شاشة قناة الأهلي. برحب بحضراتكم من جديد، والحقيقة الواحد بيبقى مبسوط وفخور هو قاعد مع نجم من نجوم النادي الأهلي، نجم هجوم الأهلي، والحقيقة ليه ذكريات رائعة جدا مع النادي ومسيرة رائعة، وخصوصا في بطولة أفريقيا، وإحنا كمان داخلين على أيام مهمة في أفريقيا. يا كابتن حضرتك مشرفنا. أهلا بيك يا صاحبي، منورنا، ربنا يخليك. خلينا يا كابتن الأول نبدأ أنت فين دلوقتي؟ أنا عارفة أن في مشروع أكاديمية، فهمني بقى كده أكتر وفهم الجمهور. الأول طبعاً أنا سعيد أن أنا موجود مع حضرتك، ومبارك لكم طبعاً على التطوير والتجديد في القناة. الله يبارك فيك يا كابتن. وسعيد أن أنا موجود في قناة الأهلي، يمكن يعني تاني أو تالت مرة أبقى موجود، وسعيد طبعاً لما يطلب مني أن أنا أبقى موجود في قناة الأهلي بيبقى شرف ليا. وبنعيد الذكريات وبنتكلم عن النادي اللي إحنا بنحبه كمشجع، وكنت لعيب يعني، فأنا سعيد أن أنا معاك يا سارة. الله ربنا يخليك يا كابتن، يعني ده احنا اللي فخورين انك معانا، وده بيتك يعني يا كابتن. اكيد طبعا بيتنا كلنا. طيب موضوع بقى الاكاديميه بقى اشرحه لنا كده اكتر، دلوقتي حضرتك ايه النشاط اللي بتعمله؟ هو انا يعني بعد اعتزالي للكوره اتجهت النشاط الاكاديميات. انا بحب التسويق يعني انا بقى يعني النقطه دي بحب ان انا اشوف لعيب احس انه ممكن يكون فرصته قليلة شوية في ان هو يتشاف، فهنا بدأت يعني
الموضوع يعني اخد شك اللي انا بس يكون الموقف مش ان انا سواقه بس يعني يكون في اطار تدريب وتاهيل كويس عشان لما يروح النادي في اي نادي انا اسوقه فيه يكون مؤهل نفسيا مؤهل بدنيا. انت عارفه في الفتره دي بيبقى اللعيب عايز يلعب في اي نادي من غير ما يكون متاهل وكده. فجت الفكره من هنا في ان انا افتح اكاديميات. فتح فرع في فرعين في الشرقيه. فرع في الزقازيق وفرع في ديار بنجم. وان شاء الله في فرع فيصل في منطقه الكعبيش. ده الفرع الثالث ويا رب تشرفونا فيه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله نشوف نجوم من الاكاديميات دي يا كابتن باذن الله. خلينا بقى نروح لمشوار حضرتك كده من بدايه كره القدم. بدات من نادي طنطا؟ لا انا ناشئين الفيوم. الفيوم. كنت بلعب في فرقه اسمها هويدي اللي هي المقاصه حاليا. كنت حوالي 17 سنه و يعني لعبت سنه وبعدين رحت ناشئين المقاولين. لعبت في المقاولين لسنتين. وقتها كان كابتن حسن شحاته في الفريق الاول. فاخدت هداف الفريق في الناشئين وبعدها صعدت وبعدها كده كابتن حسن شحاته راح المنتخب. وانا كملت 20 سنه وما انضمتش يعني ما لعبتش فريق اول او ما تأيدتش في الفريق الاول فاضطريت ان انا امشي يعني العب فريق اول في بره المقاولين يعني. كلمني كابتن محمود جابر اللي هو والد عمر جابر. كان ماسك نادي ماهي البحيره اللي هو في دمنهور دي كان وقتها درجه ثانيه. وبعدها بقى انتقلت يعني تدريجيا من ماهي البحيره لعبت سنه بعدها طنطا سنتين. بعد طنطا بتروجيت. بعد بتروجيت الاهلي المقصه. المصري الداخليه المنصوره. واعتزلت في الترسانه بقى جالي الصليب. لما جالك عرض من الاهلي يا كابتن كان في عروض تانية وقتها؟ وانا بتروجيت كلمني الاهلي وكلمني الزمالك. لكن حبي طبعا للنادي الاهلي او انتمائي انا ما بقولش كده كلام عشان انا موجود في قناه الاهلي لكن ده كان يعني كان باين من صغري وانا ناشئ يعني ان انا نفسي ان انا العب في النادي الاهلي فما فكرتش طبعا لما كابتن سعد حافظ كلمني والكابتن عادل الكيا كلموني قالوا لي احنا عايزينك في النادي الاهلي ومن تبعك ومستر جوزيه عايزك. قلت لهم انا طبعا ما ليش اي طلبات ولا اي حاجه. انا خلصوني من النادي وانا تحت امركم يعني. فعلا كلموني وقالوا لي تعالى احنا عايزينك ورحت كابتن عادل الكيعي خلصت كل حاجه مضيت وسبتهم هم اللي انا عارفه ان مستر جوزيه هو اللي كان مصمم ومصر على انضمامك للنادي الاهلي. بالظبط. ايه طبيعه العلاقه بينكم كانت ازاي؟ اتعلمت ايه منه؟ يعني انا قبل ما اروح النادي الاهلي كان كابتن عادل الكيعي قال لي مستر جوزيه عايزك. عايزك بالاسم يعني. هو محتاج النوعيه بتاعتك يعني. فقلت له خلاص انا تحت امر النادي ودخلت النادي. طبعا الراجل ده يمكن ما لعبتش معاه كتير لكن من افضل مدربين اللي انا شفتهم في حياتي. ايه مختلف فيه يا كابتن؟ شخصيته قويه جدا في اوضه اللبس. بيدير النادي كله. يعني ايه بيدير النادي كله؟ يعني محيط بكل الامور اللي ممكن تعمل الايجابيه والسلبيه. ما بحبش اي امور داخليه تبقى تاثر على الفريق. في مسيرته ماسك اوضه اللبس بشكل كويس ما فيش اي مشاكل. قد ايه شخصيته كانت قويه على اللعيبه. تمرينه كان كويس جدا في التكتيك يعني كان بيحفظنا تكتيك او خطط هجوميه على طول. يعني انا كنت اوقات بشوف ان احنا كنا اوقات بنكسب جون او اتنين وبيبقى زعلان فقد ايه كان رغبه الفوز عنده كبيره قوي. فكان مختلف يعني ده فاكر له موقف بعينه ليك معاه؟ يعني في اول ما جيت اول تمرينه كان بيعمل لنا خطه كده هجوميه يعني فانا ما كنتش عارف اعملها. كانت جديده بالنسبه لي يعني او اول مره اشوفها يعني اول مره اتمرنها. فكل شويه يقف التمرين ويقعد يجي يكلمني ويقول لازم تعملها وانا يعني قعدت حوالي مثلا 10 دقائق كل ما اجي اعملها لحد ما
قعد معايا بعد التمرين وخلينا عملت التمرينة دي. يعني قد ايه هو في حاجات صغيرة لكن هو كان شايفها ان هي كبيرة، واستفدت منه بصراحة كمدرب، يعني مدرب خططي بشكل كبير، وشخصيته يعني افادت لعيبه كتير مش انا بس يعني. طيب لو اتكلمنا على افريقيا وبطوله 2012 وماتش الذهاب الاهلي والترجي، انقذت الاهلي يا كابتن بالجون بتاعك. يعني الحمد لله. الدقيقه 88 يا كابتن. ها بالظبط. الحمد لله كل ما امشي في الشارع الناس قد ايه يعني فاكرين الجون ده، لان هو والجون اللي انا عملته في كاس العالم، والجون اللي عملته في النهائي هناك في تونس اللي انا عملته الجد، قد ايه الهدفين او الهدف او الاسيست اللي انا عملته والبطوله الغاليه دي، قد ايه الجمهور فاكرها لحد دلوقتي، لحد ما بمشي في الشارع بيكلمونا عليها، وحاجه بتبسطني ان انا كنت سبب في ان احنا نجيب البطوله. يمكن البدايه بدات معايا ان انا ما كنتش ببدا في النادي الاهلي بشكل مستمر. جات لي الفرصه في الدور الثمانيه وبدات العب مع كابتن حسام البدري، لحد ما تدريجيا كده بدات على النهائي بقى. كان ليا بصمه في النهائي ان احنا كنا خسرين 1-0، وطبعا كنا يعني قلقانين بشكل كبير ان النتيجه برضه تطلع 1-0، لكن كان ليا نصيب ان انا اجيب الهدف ده ونروح هناك ونحقق البطوله ونسعد جمهور النادي الاهلي. مباراه العوده بقى يا كابتن بدات اساسي صح؟ مباراه العوده هناك في تونس بدات اساسي. ما انا جبت الجون بقى خلاص. بس قصدي ان وقتها فكره انه كان ابو تريكه وبركات صح وعماد متعب احتياطي. بالظبط. يعني ايه احساسك لما حضرتك بدأ اساسي وابو تريكه ومتعب وبركات احتياطي؟ يعني وقتها كنت حاسس اصلا انت ممكن تبدا اساسي في الماتش ده؟ بص احنا كنا جيل بصراحه، كنت محظوظ. انا يعني بسمي نفسي لعبت 3 سنين معاهم، بسمي نفسي ان انا يعني عاصرت الجيل ده. الجيل ده مش هتعوض كفنيا او اخلاقيا او قد ايه كان بيضحي عشان يجيب بطوله للنادي. مهما كانت الاغراءات او مهما كانت المشاكل، قد ايه هو كان مركز في ان احنا لو دخلنا بطوله لازم نجيبها للنادي او لجمهوره يعني. كان في لعيبه كبيره طبعا، انا كنت بلعب وسطهم، بتفرج عليهم، كان في الدفاع او في خط النص. وفي المكان بتاعي كان في متعب وكان في جد وكان في بركات وكان في ابو تريكه. كان لي نصيب ان انا في الفتره دي كنت ماشي بشكل كويس. جبت جون هنا في القاهره، وجبت وبدات هناك. شايف بقى الدكه، شايف شعب فضيل وبركات ومتعب وسيد معوض. بس كنت حاسس انك هتبدا اساسي في المباراه دي؟ يمكن الجون اللي انا جبته من خلال التمرين قبل الماتش، حسيت ان انا في الفرقه الاساسيه يعني. لكن ببص كده قبل الماتش بيوم، بشوف معقول الناس دي هتبقى بره وانا بادئ، وده اول نهائي طبعا ابداه بشكل اساسي، وبطوله كبيره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي او النادي الاهلي قد ايه حريص عليها يعني. فكنت يعني لحد ما يعني الموقف بالنسبه لي كان كبير شويه، لان انا برضو كمان الماتش مش في القاهره، الماتش هناك في ملعبهم وفي جمهور كبير موجود، وطبعا الناس بتتفرج علينا طبعا. هم بطوله. عايز اقول لك يا كابتن، لحد اللحظه دي كتير من جمهور النادي الاهلي بيقول ان ده احسن ماتش الاهلي قدمه في نهائيات افريقيا. بالزبط. وكان مسيطر جدا على الماتش في الملعب. بالظبط. احنا يعني عايز اقول لك، رغم الناس اللي كانت قاعده بره، شوف الاسماء اللي انا بحكي لك عليها، لكن قد ايه ال 11 لعيب اللي كانوا موجودين في الماتش والاحتياط اللي نزل، قد ايه ما فيش واحد كان وحش في الماتش. يمكن الجون بتاعي فتح الماتش شويه، ادانا ثقه، لكن انا حاسس ان احنا كنا في الدقيقه 90 حتى لو جينا فين وجون هنجيب، لان احنا كنا في حاله فنيه كويسه جدا، لدرجه ان حسام غالي ما كانش بيزعق في الماتش. فانا قررت الموضوع، قلته في كذا برنامج ان حسام غالي، فبقول له حسام انت ما بتزعقش وكده، فقال لي انا مش لاقي حد ازعق له يعني. من النوادر بتاع حسام غالي يعني. فقد ايه 90 دقيقه كانت الاهلي كان يستحق فعلا ياخد البطوله، والحمد لله حققناها، وسعيد ان انا شاركت في البطوله وكان ليا بصمه فيها يعني. طيب شايف ازاي كابتن، يعني واحنا برضو نتكلم على افريقيا، شايف ازاي مواجهه الاهلي مع
الوداد في افريقيا اللي خلاص قربت؟ مباراة طبعا صعبة، اكيد مش هنبص لاي امور، هنلغي الدوري على اي يعني، هنحطه على جنب كده ماتشاته بالامور اللي بتحصل هنا في مصر، ونقفل على نفسنا ونركز. الوداد فرقة كويسة جدا، واحنا مشكلة الكرة المصرية مع يعني العربية بتبقى في نرفزة، يعني هم بيقدروا يستفزونا بشكل كبير، هم شاطرين في النقطة دي. دي حقيقة. اللاعب المصري بيستفز بسرعة برضو، وبالذات لما بيلعب فريق عربي يعني. لكن الأهلي طبعا عنده من الجهاز الفني، من الإدارة، من اللعيبة، ومن الخبرات اللي موجودة في الفريق، أقدر أقول لك إن الأهلي إن شاء الله يقدر يحسم البطولة بإذن الله. بإذن الله. طب شايف مين أقوى منافس في الأربع فرق لنادي الأهلي؟ أنا شايف يعني ما هو في الوداد وفي الزمالك، انا شايف ان الاهلي ان شاء الله لو عدى الوداد اعتقد ان هو ممكن يحقق البطوله باذن الله ان شاء الله، وده اللي احنا بنتمناه. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن السيد حمدي. برحب بحضراتكم من جديد في استوديو السادسه، ولسه معانا كابتن السيد حمدي منورنا، وبنتكلم في كلام كتير بقى عن النادي الاهلي. وعايزين بقى يا كابتن نتكلم عن الكواليس. كنا بنتكلم ان انت كنت مع جيل الذهبي والجيل الخلوق، وانت بتقول ان جيل مش هيتعوض. علاقتك بقى باللعيبه، مين كان اقرب حد ليك من النجوم اللي احنا ذكرناهم؟ يمكن لما رحت النادي الاهلي يمكن كنت قلقان لبعض، يعني قلقان شويه ان انا رايح طبعا نادي كبير وفي رهبه شويه، جاي برضو مع احترامي طبعا نادي بتروجيت مش نادي جماهير، لكن رايح في نقله كبيره ليا، نادي كبير بلعيبه النادي الاهلي، باللعيبه اللي موجوده في المنتخب. يمكن اللي ساعدني شويه ان انا كنت موجود في المنتخب وقت ما كنت انا بتروجيت، فكانت علاقتي قريبه شويه من بعض لعيبه النادي الاهلي في وجود يعني في المنتخب، ده سهل الدنيا شويه. انا كنت اعرف احمد فتحي، وقبلها كابتن وائل جمعه، حسام غالي، ابو تريكا، يمكن المجموعه دي، بركات. يمكن لما رحت لما رحت بقى اول يوم في النادي الاهلي شفتهم، فالموضوع كان سهل شويه يعني. وليد برضو، جنة كان معايا بتروجيت، فيعني هو كل لعيبه الاهلي بصراحه لسه على تواصل معاهم يا كابتن؟ يعني شوية يعني، ممكن وليد وسعد أوقات يعني بروح النادي، بروح أشوفهم وبطمن عليهم يعني، بقالي فترة ما رحتش، لكن إن شاء الله قريب أروح لهم إن شاء الله. إن شاء الله. طب حضرتك لما انضميت لمنتخب مصر كنت من بتروجيت صح؟ بالظبط. إزاي استقبلوك؟ يعني بيبقى أغلب لعيبة المنتخب من الأهلي والزمالك، إزاي ساعتها بقى كان استقبالك لاعب جاي من بتروجيت وبينضم لمنتخب مصر الجديد؟ استقبالي في المنتخب ولا في النادي؟ في المنتخب. في المنتخب الحمد لله برضو احنا كان زي ما بقول لك كنا معانا مجموعه كبيره جدا من الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد، يعني كان في مجموعه كلهم لعيبه كبار، وكان الجهاز الفني طبعا كابتن حسن شحاته. الراجل ده مدرب كبير وراجل محترم، ما عندوش فرق بين لعيب في بتروجيت او في الاهلي او احترام لاي فرقه يعني. ما كانش عنده، هي منظومه كل اللعيبه زي بعض، اللي ما عندوش مشاكل، اللي بيتمرن كويس، اللي هيجتهد، ما عندوش، مع انه زملكاوي كان قريب من لعيبه الاهلي، وده كانت غريبه قوي، لكن هو كان شايف ان اللي بيأدي هو اللي هيبقى موجود في التشكيل. استقبلني كويس، وكل الجهاز وكل اللعيبه بصراحه قضينا فتره مع المنتخب بصراحه ما تتنسيش يعني. ولعيبه الاهلي بصراحه استقبلوني برضو، لان كان في اخبار ان انا هروح النادي الاهلي في وقت ما انا كنت في المنتخب يعني. كان حسام غالي كان بيقعد معايا بشكل كبير جدا، كنت انا حسام غالي وشيكابالا كنا على طول متواجدين مع بعض. لا كان في روح حلوه يعني، مش عايز اتكلم عن الجيل ده، لكن مهما اتكلم يعني على الجيل القديم مش هيوفي حقه، جيل ما يتعوضش بصراحه يعني. طب يا كابتن، يعني انت لعبت لكذا نادي مختلف في مصر، بالنسبه لك انت ايه اللي شفته مختلف في النادي الاهلي، او ايه اللي يفرقه عن اي نادي تاني من وجهه نظرك انت؟
انا مش عارف اللي بيسيب النادي الاهلي ده بيسيبه ليه، يعني بجد بجد، يعني مش عشان انا في القناه والناس بتشوفني قد ايه انا، يعني لو اتعرض عليا ان انا كنت العب كمان سنتين في النادي الاهلي بقال عقد كنت وافقت. انا مش قادر اقول لك ان كان اسوأ، يعني اسوأ خبر سمعته في حياته لما النادي قال ان انا يعني انت مش موجود معانا، كنت اخر سنه ليا. الكواليس كانت ازاي؟ كانت يعني كانت صعبه جدا. انا اتفاجئت بصراحه ان انا اتقال لي، انا يمكن اهلي مر بضرب، يعني الفتره اللي انا مشيت فيها الاهلي مر بضرب مستوى تذبذب شويه في المستوى، فبدا يغير مدربين وده اللي ادى ان تغيير لعيبه. تغيير لعيبه، وده اللي ادى ان انا مع بعض اللعيبه نمشي، يعني لان الاهلي كان فيه هزه شويه في ناحيه المستوى، وتغيير المدربين ده اثر على ان احنا نمشي. يعني في مجموعه طبعا عارفه كل فتره كل نادي بيمر بفتره كده، فبيجي يجمع اللعيبه اللي مش بتشارك شويه في الاخر فبتمشي يعني. فانا لما اتقلت خبر بصراحه يعني انا ما فكرتش في اي حاجه تانية غير ان انا ازاي مش هروح النادي تاني، يعني ازاي انا مش هلبس التيشيرت ده، ازاي انا مش هلعب، ازاي الناس مش هتشوفني، الناس مش هتشجعني، النادي اللي انا منتمي له. فده كان اسوأ حاجه في حياتي، يعني كان اسعد خبر في حياتي ان انا رحت الاهلي، واسوأ خبر سمعته في حياتي لحد وقتنا الحالي ان انا سمعت خبر ان انا مش موجود في النادي. طب وقعدت فتره متاثر بالخبر ده كده جدا، انا كنت بعيط لدرجه الدموع، يعني مش قادر اوصف لك. انا بدات اشوف الدموع يا كابتن. لان انا فعلا انا كنت في النادي، انا بحب النادي فعلا كلاعب ومشجع. انا عايز احكي لك موقف، ان انا في وقت ما موجود في النادي الاهلي كان الاهلي بيمر بظروف ماديه، واتعرض علينا ان احنا نخفض العقود، وانا يعني كلموا اللعيبه الكبار وجو كلموني او كلموا كل اللعيبه يعني، وانا كان حسام غالي واقف معايا وقال لي النادي الاهلي. انا بقول لك الكلام ده عشان هقوله برضو لجميع اللعيبه، الاهلي مش هينسى الموقف اللي انت ممكن تعمله، والاهلي مش هيشترط عليك ان انت يتخصم منك فلوس او ما يخصمش. هو الراجل الكابتن حسن حمدي عرض الموضوع وقال اللي عايز يخفض يخفض، اللي مش عايز يخفض هو حر، يعني مش هناخد منه موقف ولا نزع. انا مضيت على الورقه، ما اعرفش انا اتخصم مني قد ايه، وعرفت ان اتخصم مني وقتها 600,000 جنيه. حتى لما جيت مشيت من النادي الاهلي مضيت على مضيت ان انا ماليش فلوس خالص في النادي كباقي مستحقات، والنادي الاهلي برضو يعني كل شهر كان بيبعت لي اخدت فلوس الباقيه. يعني انا قصدي اقول لك ان انا ما كانش قصتي الفلوس ولا تفكيري وقتها الفلوس، لكن الموقف ان انا مشيت في النادي الاهلي لحد دلوقتي مش قادر اصدق نفسي. انا بمشي في الشارع الناس بتقول لي احنا فاكرين لك مش عارف ايه، بقول لهم انا لاعب في النادي الاهلي رغم ان انا رحت كذا نادي، لكن كل ما امشي في الشارع بقول انا يا كابتن. يعني ده من سنين كتير، ومع ذلك حضرتك دلوقتي وانت بتتكلم متاثر جدا وباين ده قوي. انا لو اتفرجت على الماتش والاهلي يعني خسر فيه انا ممكن يعني بنهار، رغم ان انا لعبت في النادي ويعني مش يعني مشجع برضه بيبقى عندي غالب عليا شويه، يعني كتشجيع النادي الاهلي بيبقى غالب عليا شويه، ما عنديش قصه ان انا يعني كبرت او لا، انا بفضل كطفل قدام التلفزيون لما الاهلي يلعب ماتش. باين يا كابتن عليك والله. لا انا ما بحبش يعني اخد في الموضوع قوي، لان انا ما بعرفش اتكلم في الـ في الـ في في, في النقط دي يعني، لكن النادي الاهلي عندي حاجه تانية بصراحه يعني. مين اللي بلغك بالقرار يا كابتن وقتها؟ كابتن وقتها كان علاء ابو صادق، وكابتن وائل جمعه، وكان سيد حفيظ وقتها كان الجهاز الكوره هو اللي كان ماسك الفتره دي. انا كنت عايز اقول لهم طب يعني استنوا شويه، يعني اديني سنه. عايز اقعد شويه كمان. يعني انا كنت مدي 4 سنين فلعبت 3 سنين، وزي ما بقول لك والله لو كان اتعرض عليا ان انا العب في الوقت ده، شوف اللعيبه بتاخد ارقام قد ايه ما شاء الله، لو اتعرض عليا في الوقت ده ان انا اخد اقل عقد وابقى موجود في النادي حتى لو مش هشارك هوافق. لا الموضوع اختلف خالص والله يعني. بيروح النادي الاهلي بيلعب في اللي حضرتك بتقوله في الوقت ده بالتحديد مع تقريبا لو انا شايفه صح الدموع اللي شايفاها في عيون حضرتك دي، ده وقت مهم قوي انه الكلام زي ده يطلع من حضرتك نجم من نجوم النادي الاهلي في وقت
يمكن الفلوس هي اللي بتتكلم فيه أكتر. بالظبط، هي اللي الدنيا اتغيرت شوية. الفلوس مهمة طبعا، ولا حدش ينكر إن الفلوس شيء مهم، إن أنت تأمن مستقبلك، وإن أنت لكن أنت عايز إيه لما تبقى لاعب في نادي مثلا زي الأهلي مثلا، أكبر نادي في مصر ومن أكبر أندية في أفريقيا، نادي عنده الإمكانيات المادية، عنده بيديك شهرة، بيديك فلوس، بيديك بطولات، بعد ما تنهي حياتك لما تكون واخد كل الأمور دي، طب أنت عايز إيه يعني؟ يعني أنت مش محتاج حاجة، ما أنت برضه فلوس يعني الأهلي بيعوضك، الأهلي ما بياخدش مثلا ما بياخدش من رصيدك، الأهلي لا بيزيدك، يعني الأهلي أنت بتيجي من غير رصيد، بتيجي من غير فلوس، من غير رصيد، الأهلي بيديك فلوس وبيديك رصيد، حتى لو اعتزلت بيديك، حتى وأنت موجود بيديك. انت لو احترفت هتحترف عن طريق النادي الاهلي، محدش كان يعرفك. فقصدي اقول ان الاهلي فعلا بيدي للعيب حاجات كتيره جدا، لكن احنا في زمن الفلوس يمكن بتعامت اللعيبه شويه، وقصه محدش بقى يقول لي ابن نادي ومش ابن نادي دي انا مش عايز اسمعها خالص. يعني انا عايز اللي يلعب في النادي الاهلي، انا بتكلم عن النادي الاهلي شخصيا، يعني اللي يلعب في النادي الاهلي حتى لو يلعب سنه وهو مش ابن النادي وادى في النادي وحارب عشان التيشيرت ده وحارب عشان يجيب للنادي بطوله، هو ده اللي يقول عليه ابن النادي. صح يا كابتن. يعني يمكن على فكره يا كابتن حضرتك لعبت 3 سنين بس مع الاهلي، لكن حققت حاجات في ناس ما حققتهاش خالص مع الاهلي في عمرها كله، والاثنين افريقيا تقريبا. صح يا كابتن. وسوبر ولعبت كاس عالم الانديه، ولعبت كاس العالم الانديه ودوري وجون في كاس العالم الانديه، نتكلم بقى عليه. يعني كملت بقى بعد الفتره اللي انا كنت الحمد لله ماشي فيها اساس وحققنا بطوله 2012، رحت بقى كاس العالم مع كابتن حسام، وقتها كنت ماشي اساسي برده، وربنا كرمني بالماتش ده وان انا جبت جون برده وكسبنا في احمد فتحي برده اللي كان عامل، احمد فتحي هو اللي عامل لي الجون. انا لعبتها وكنت متوقع ان احمد بعد ما يعدي على الخط ما قدموش حل غير ان هو يلعبها تحت يعني. فانا رحت المكان اللي هو ممكن الكره تيجي فيه، والحمد لله ربنا كرمني بان انا جبت جون، ولحد دلوقتي الناس فاكراه يعني نفس الكره اللي اديتها لجده برده في نهائي افريقيا، يعني تقريبا هي نفس الكره اللي عملتها، نفس الاسيست بس كان ناحيه الشمال يعني. فكنت سعيد بان انا جبت الجون، ويعني كل الناس دلوقتي التاريخ بيقول لك ما بينساش حد، يعني بتعملي حاجه انت لو بتلعب في اي نادي مع احترامي طبعا، لو انا جبت الجون ده في اي نادي تاني ما كنتش هتذكر يعني. فانا سعيد ان انا بديك الاسم من ضمن اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي. معانا على الشاشه الجون. دي جون اللي هو بالظبط نفس الجون اللي ابولي فتحي ده. لما بتتفرج على الحاجات دي دلوقتي يا كابتن، لحد دلوقتي بتفرج وبعيط ان انا اول ما شفت التيشيرت او يمكن حياتي اتغيرت شويه بعد الاهلي يعني. ازاي؟ نفسيا وقعت انا، ما يعني انا حصل لي دروب شويه، يمكن لعبت سنتين في المقصه لكن ما كنتش حاسس بنفس الفرحه بنفس يعني الطموح قل شويه عندي يعني. حسيت ان انا مش هرجع بعد اول سنه لعبت في المقصه، انا اديت سنه في المقصه كويس والسنه الثانيه برده كويس، لكن بعد ما عدت اول سنه قلت هحارب شوية عشان أرجع. ما لقيتش يعني في ما فيش كلام إن أنا أرجع يعني، فحسيت إن خلاص أنا بلعب كده يعني كلاعب. لكن يمكن أصعب حاجة أي إنسان ممكن يمر بيها هو إنه يقع نفسياً أو يحبط فترة، خصوصاً بعد ما يكون كان حاجة كبيرة أوي ونجم وبتلعب بالنادي الأهلي. إزاي قدرت تتخطى الفترة دي؟ يعني إذا كان دلوقتي حضرتك كنت بتتكلم عنها متأثر جداً، إزاي وقتها وكم الوجع النفسي ده والألم النفسي ده قدرت تتخطى؟ أنا قصتي مش إن أنا كنت أبقى مشهور يعني، لا مش مشهور يعني، إنه النادي الأهلي أنا فاهم. أنت خرجت من بيتك. وأنا خرجت، إن أنا خرجت من بيتك بالظبط يعني. أنت كنت في بيتك أو الحلم اللي أنت كنت بتحلمه ورحت له وحققت معاه في ظروف صعبة جدا يعني. أنا لما رحت النادي الأهلي كنت في ظروف صعبة جدا البلد بيمر بيها يعني. أنا رحت للأسف يعني كان في ثورة وكان في قصة بورسعيد، وقدي ما أنا قعدت سنة ما ألعبش لأن ما كانش في دوري، حاربت لما ألعب في أفريقيا وخلاص بدأت أحط
احط رجلي في ان انا استمر في النادي الاهلي واتفاجئت بالخبر ان انا مش موجود. الهزه النفسيه اللي حصلت لي، انا هلعب عادي طبيعي هلعب، لكن مش سعيد من جوايا، مش متقبل ان انا اروح العب ماتش وانا بره التيشيرت. مين اللعيبه دعمك وقتها يا كابتن لما كانت حالتك النفسيه مش كويسه؟ مين كان واقف جنبك؟ بصي، ما فيش حد بيدعم حد، يعني قليل قوي، يعني هو في المجال ده قليل قوي اللي حد بيدعم حد، لكن اهلي ممكن يكون، اهلي، والدتي ممكن تكون هي، او خالي، لان خالي والدتي قريبين قوي مني، يعني عندهم اهلاويه طبعا وعندهم خلفيه شويه عن الكوره، يعني ما والدتي زي كده لو كلمتك هتبقى برضو بكلمك نفس اللهجه بالظبط، نفس الكلام اللي انا بقوله. وخالي خلاص هم بيقولوا لي خلاص، يعني انت كان نصيبك كده وكمل بقى في انت رحت المقصه، حاول بقى تعيد حياتك، يمكن ترجع، يمكن ده اللي كان هم دول بس الداعمين ليا في الفتره دي. وقدرت بعد فتره انك خلاص تفوق بقى من الصدمه دي وتكمل مشوارك؟ لا، انا ما فقتش لحد دلوقتي. انا كملت، انا بقول لك كملت كلاعب، كملت كلاعب، لكن فرحتي فضلت فرحتي خلص. مش معلمة. مكتمله، لان انا بقول لك انا فرحتي كانت اسعد يوم لي ان انا مثلا ان انا اجيب جول مثلا وانا في نادي الاهلي والجمهور يكتب يشجعني او حد يكتب عني ان انا او حققت بطوله، وفي فرحه، يعني في حاجات كده ما بتتعوضش ومش هتلاقيها غير في النادي الاهلي. طب بالنسبه لك اغلى بطوله حققتها مع الاهلي؟ يمكن بطوله 2012 دي علامه طبعا موجوده، والجون اللي انا جبته في كاس العالم للانديه، المركز اللي احنا حققناه، والهدف اللي انا جبته، يعني فيها اعتبر دول الحاجتين المميزين قوي في حياتي او في ثلاث سنين. والبطوله دي بالتحديد يا كابتن كنت متالق فيها قوي قدام الترجي، قدام سانشاين، الاهلي قدم الحقيقه مستوى عالي. ايه السر في اشمعنى بطوله 2012؟ هقول لك، احنا ما كناش بنلعب دوري، وبعد قصه بورسعيد كان في تاثير نفسي على اللعيبه، بس كان بالايجاب ان احنا نحقق البطوله دي للشهداء، يعني دي حقيقه فعلا، ده كان احساس نابع، ما كانش لا تمييز ولا كان اي كلام، لا فعلا قلنا البطوله دي هنحققها، رغم الصعوبات الماديه، رغم الصعوبات ان احنا ما بنشاركش خالص غير في افريقيا، فطبعا اللياقه البدنيه برضو او عدد الماتشات بتبقى قليله، غير لما تكون شارك في الدوري والدنيا بتمشي يعني، لكن احنا بنلعب افريقيا بس. فعلا اللعيبه كانت مركزه ان هي تحقق البطوله دي وتهديها للشهداء. يمكن الموضوع ده جاء بالشكل الايجابي على اللعيبه، لكن ما كنتش متوقع المستوى اللي احنا قدمناه في النهائي بالذات، يعني نهائي رادس في الترجي في تونس، ال 11 لعيب فعلا والناس اللي نزلت قدموا مستوى بالرغم فعلا النشاط كان متوقف في بجد مصر. انا ما شفتش فعلا النادي الاهلي، انا كمشجع قبل ما اجي النادي الاهلي ما شفتش الاهلي فعلا في الماتش ده بالمستوى ده، يعني لحد وقت قريب مش شايف الاهلي يعني قدم مستوى بنفس قوه النهائي للبطوله. الجمهور يعني نفسه لحد دلوقتي بيشيد بالمستوى ده وبالبطوله دي بالتحديد. ايه سر لقب العشوائي؟ عشوائي. ايه سر اللقب ده يا كابتن؟ هو ربنا يشفي مؤمن زكريا طبعا، طلع بنفس يرجع لنا بالف سلامه. يا رب طبعا من خلالك بقول له يا رب ربنا يشفيك يا مؤمن وترجع احسن من الاول. يعني انا جبت سيره مؤمن طبعا عشان ادعي له طبعا بالشفاء، ولان اللقب ده برضو طلع عليه. هو كلمه حلوه، يعني كلمه عشوائي في الكوره كلمه كويسه، يعني مش حاجه أكيد وحشه. اكيد يعني. لا انا بوضحها لك، يعني دي اتقالت عليا فانا في المنتخب، كابتن حسن شحاته والكابتن وائل جمعه طلعوا عليا. وائل لما كان بيخش عليا ما كانش بيعرف يعني يقطع الكوره مني، فكان يقول لي انا مش عارف انت رايح فين، فقال لي انت عشوائي. فكابتن حسن كان موجود فطلعت بكلمه يعني عليه، يعني كلمه اللي هو انت مش عارف رايح فين في اي اتجاه يعني بالكوره. لقب بتعتز بيه؟ لقب كويس ما فيهوش حاجه، هو اصلا يعني الكلمه او اللقب مش ما فيش تجريح، هي كلمه حلوه يعني. طيب
يا كابتن، كان في حادثة حصلت خطف ابن حضرتك قبل ماتش ليك مهم. بالظبط. ايه الكواليس؟ هقول لك، ويمكن انت قلت لما انا اتفاجئت بالسؤال بتاعك. انا كنت في الماتش باللاعب الرجاء في اسكندرية، وجالي تليفون قبل الماتش بخمس دقايق، يعني قبل ما انزل وكنت بادئ الماتش، فحد قال لي ان ابنك اتخطف ومعانا ومش عارف ايه. قبل الماتش بخمس دقايق؟ يعني انا سمعت يعني هو جالي اتصال فعلا قبل الماتش بخمس دقايق، ده حرفيا. فطبعا انا كنت متوقع الخبر، لان انا حصل سرقة للعربية بتاعتي قبلها باسبوعين او حاجة. فكنت متوقع ان هيحصل حاجة يعني. لكن ما كنتش متوقع انها توصل لابني يعني. لكن اتأكد الخبر فعلا، ان اتصلت يعني اتأكد ان انا ابني فعلا مخطوف يعني. فاللعيبة لاحظت عليا، وكابتن محمد يوسف قال لي في ايه؟ اضطريت اقول له يعني، لان انا كان باين عليا الانهيار يعني. فقال لي خلاص، طب ما تبداش وسافر ومش عارف. قلت له بص يا كابتن، انا هلعب الماتش يعني، في الحالتين هلعب بطل الماتش. يا كابتن. لا دي حقيقه، ده حصل يعني، لان انا عارف يعني، انا عارف الاحداث قبلها يعني. عارف ان هيحصل حاجه في كواليس. لكن كان صعب عليا برضو يعني، مش سهل على اي لعيب ان هو يلعب وابنه مخطوف. لكن انا كنت بادئ خلاص، والماتش هيبدا. وما كانش ماتش مهم قوي يعني، او يعني مش نهائي ولا حاجه. لكن انا خلاص، انا دلوقتي في شغل او موجود ان انا في التشكيل، فما كنتش عايز اعمل للموضوع كمان اوسع في الموضوع، عشان الماتش واللعيبه تخرج بره التركيز. ولعبت وجبت جون يعني. يعني حتى ربنا كان بطل والله يا كابتن. انا متضايقه جدا ان وقت الحلقه خلاص بينتهي، بس عايزه اقول لحضرتك انه الحقيقه 3 سنين في الاهلي، بس الجماهير ارتبطت جدا بحضرتك، وكل ما حد يقول لي النهارده ايه ده معاك يا كابتن سيد حمدي، ايه ده انا فاكر له جون كاس العالم للانديه، لا جون الاهلي والترجي. الحقيقه حضرتك يعني جماهير الاهلي فعلا مرتبطه بيك. فقبل ما نقفل عايزاك توجه لهم رساله، وتوجه لهم رساله من حضرتك بقى في قناه الاهلي بشكلها الجديد. ابص للكاميرا ولا ابص اللي الكلمة. انت عايزه براحتك، ده بيتك. ربنا يخليك. والكاميرا احسن. طيب، بقول لهم طبعا جمهور النادي الاهلي هو طبعا رقم واحد في المنظومه دي كلها. كل اللي بيحصل ده، او كل اللعيبه اللي بتضحي عشانه، عشان خاطر ان هي تحقق بطوله او بطولات تفرحكم. ان شاء الله باذن الله البطوله الافريقيه دي هتبقى من نصيبنا. الدوري ان شاء الله هيبقى محسوم باذن الله ونفرح بيه. لكن فرحتنا الكبيره ان شاء الله هتبقى البطوله الافريقيه، وكلنا ان شاء الله في قناه الاهلي نحتفل بالبطوله، وتبقى يعني ختامها مسك زي ما بيقولوا. وانا سعيد وشرف ليا ان انا اتحط اسمي في تاريخ النادي الاهلي، ان انا كنت لعيب في النادي الاهلي. وانا بحبكم على المستوى الشخصي يعني. بشكر حضرتك بس. جدا يا كابتن، نورتنا في برنامج السادسه، وبشكر حضرتك انك شرفتنا. ربنا يخليك يا ساره، وتشرفونا طبعا في الافتتاح الاكاديميه ان شاء الله، هعزمكم يعني وتشرفونا طبعا. دي تبقى حاجه يعني انا هبقى مبسوط بيها اكيد يعني. يا كابتن اكيد، شرف لينا. شكرا.